السيد ابراهيم احد السواح اللي اليوم رافقناهم. اخ ابراهيم انت على الهواء مباشر. يا اهلا وسهلا. مع قرارات للسياحه. يا ميت مرحبا. عن جد شنو رايك بالجوله مالت اليوم؟ يعني جوله اليوم من اروع المحلات اللي زرتها في العالم. ما شاء الله. في شيء حلو. ما شاء الله. في شيء بجنن. اول مره تلي فريك اكبر تلي فريك في العالم. نعم. كثير ريفيو كان حلو. شيء بعقد. هلا احنا بالشلالات شيء روعه، شيء طبيعي، طبيعي منه صناعي. مو صناعي، هو كل شيء هنا طبيعي. كل شيء طبيعي. فرائع، انا مبسوط، وسبشلي معنا الجايد هاي اللي هو اللي بده يطلع ارمينيا لازم يحكي معاه. الله يخليك حبيبي، تسلمي. وتشجع جماعتك معارفك بزياره ارمينيا؟ طبعا طبعا، اللي ما تستوجب زياره ما صار شيء معناته. شكرا جزيلا للاخ ابراهيم. طبعا ارمينيا للمعلومات ارض النبي نوح عليه السلام. والسبب لانه سفينه النبي نوح رست على الأرض بعد الطوفان، ومن هنا بدأت البشرية. ونحن الآن قرب شلالات شاكية. ابقوا دائما معنا، نحن أرارات للسياحة، نرحب بكم جميعا.